ورجعت للدار قلت قبل ما ننسى نوريكم شنو خديت من لاباج انستغرام ديليس غيزلان، هي اللي كومونديت من عندها هاد المره الكيك ديزاين لي ماغنوم لي كاب كيك. غادي نخلي لكم لو كونط انستغرام ديالها غيطلع لكم هنايا، كتصايب لكم كاع هادشي اللي كتحتاجوا لي بوفيه. المهم عندها بزاف ديال الحاجات، نخليكم تدخلوا الانستغرام ديالها باش تكتشفوا. خدمت لو تيم ديال باتمان بيان سور، ماشي من اختياري، من اختيار مسيو زياد. قوليوش حتى نتوما وليداتكم في هاد السن هذا هما اللي كيختاروا. كان صغير انا اللي كنت كنختار ليه لي تيم، انا اللي كنت كنقاد ليه داكشي على ذوقي، ولكن دابا كلشي على ذوقه وصافي بليزير. هادشي البنات راه كيكون في واحد السن باش كيبداو كينميو حتى هما شخصياتهم، فنعطيوهم فرصه انهم يختاروا. دائما بقاو نعطيوهم الاختيار، مثلا حتى في الحوايج فاش يبغيو يلبسوا، واش تبغي تلبس هادي ولا هادي، واخا انت راه دايره في بالك شنو غتلبسي، ولكن هادشي كيزيد يقوي لهم الشخصيه ديالهم اكثر. فهو تبارك الله عليه اللي اختار لو تيم ديالو ديال باتمان، وهي تبارك الله خرجت ليه الكيك ديزاين غزال، عجبني بزاف بزاف. كما قلت لكم انا اجلت ليه عيد ميلاد ديالو، وباش نكون معكم صريحه البنات ما كنتش نهائيا راني معوله حتى ندير ليه العيد ميلاد، ما بغيتوش يولف كل عام ضروري عيد ميلاد، ضروري لي كاطو، ضروري بيفيه، ضروري ان تيم. كنت معوله نصايب ليها كشي حويجه بسيطه في الدار نفرحوا بها وصافي، ولكن على دوموند زياد، وقلت مره في العام ماشي مشكل نفرحوا. درت شي حاجه بسيطه صراحه بيني انا وبابا، شي حاجه بسيطه بسيطه بزاف بزاف، والحمد لله اهم حاجه هو انه فرح بها عجباته. يلا نخليكم ندوز نستفاد شي، نحط كلشي بليستو ونرجع لكم باش نوريكم هكا الطبيله كيف خرجناها. المهم بدلت حوايجي ومقاد كاع الزيف مع كيزلق، ما درتش الباندا اللي لتحت ما قدرتش عليها، لبست واحد الكسيوه بحال هكا فواحد الشويبي كنت خديتها شحال هذا من شيئين. درت هذا الفولاغ من موداليسا ودرت هنايا سميطه، كيعجبوني الكسيوات نديرو مع سميطه صراحه كيبدل اللوك صافي. ودرت شويه ديال المكياج باش نديرو تصويرات هكا غير بيناتنا. للاسف للاسف جا كلشي في الدقيقه 90، ما كانش على البال نهائيا انني غادي ندير ليه هاد لاطارت، انني غادي ندير ليه عيد ميلاد، ولكن شفتو كي انسيستي بغا تيم ديال باتمان نفرحو بيه ان شاء الله بطولة العمر يا ربي، ونشوفو كيف ما كنتمناو ان شاء الله. هذا كان يلا غادي نوض دابا نبدا نحط الطبيله نوجدها نقادها نصايبها نمشي نلبس زياد، نتلقى معكم من بعد. عيد ميلاد شكون اليوم؟ ديال زيزو. نفخو لي بالون، شريت ليه لي بالون، غنفخوهم راه نفخوهم نفخوهم. خديت لوك هذا جون، هاد الخبيط راه كيحمقني، هاد البيض خليت مشيت لنيت في التم ديال الكيك ديالو داكشي كامل. يلاه فرحان فرحان ها فرحان علاش كنقلب انا صافي، هادي بارك عليا وما تخسر الصرا باش نجيبو الكيك. نشوف باتمان، نشوف اللبسة باتمان، نشوف نشوف اللبسة. دور دور عندي. هاي 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 تان تارا يلا 1 2 3 زيد برافو برافو زيدو. لا ما كتكش ما كتكش، هاك شد مع بابا شد مع ربيع. يلا لا مامي لا لا حبيبي هاي يوريك بابا فين 1 2 3
برافو برافو جيزو كبير بزاف ياي غزيه دازي الكيك ديالك يلا يامي يامي زياد اجي شوف انا رجعت لكم المهم درت غير هاد البوني باش ما يبقاش معذبني الصراحه داك الزيف اللي حمل هنا وانا باغا ندير ماكيي. المهم درت غير هاد البوني بحال هكا باش ما يعذبنيش وانا كندير ماكيي وشي معاكم، وقلت واي نوت ندير ماكيي ومن طون نغسل معاكم بلوك ونوريكم حتى لي برودوي هكا اللي كنغسل بهم جي ديرنييرمون. غادي نحيد بعد هاد السويعه باش ما نقيسهاش في الماء ونوريكم باش كننظف وجهي. شوفوا انا عاده كنغسلو بهذا زوين البنات واقتصادي وهذا كيدي مده طويله بحال دابا انتي وخواتاتك ولا تشريو بوحديتو هذا كافي عرفتو منين. حتى انا كنخدمو باغا غير انتي سالي مازال بغيت سالي تبارك الله حيت فيه 473 امل و فريمون كاينه قيل وجه. ديرنييرمون اكتشفت هذا هادو بجوج ديال الماركه البنات سيرافي، اكتشفت هذا ديال سيرافي ميت اللي زوين فيه فاش كنكون عكزانه بلاصه ما ناخذ دي ماكيي وقطينا ودوز على وجهي عاد نغسل وجهي. هذا فيه جوج فواحد كي دي ماكيي وكيغسل داير بحال الكريم وكترغوي زوين. قلت لكم دوزنا زوين وجهنا دوزنا وقيته زوينه الصراحه، سورتو انا كنت باغا نفرح بزاف حيت كما قلت لكم انا ما كنتش نهائيا معوله اني غادي ندير ليه شي حاجه، ولكن بما انه اصر جا كل شيء في الدقيقه 90 كنت باغا والديا الصراحه يحضروا معايا ماشي مشكل حقهم نخدموا اليوم حتى نديريو. المهم ها نتوما كيما شفتوا كيكون بحال الكريم الا زدتي عليه الماء مزيان ها هو راه كيرغوي شفتوا كيدير ماكيو مزيان. غادي ناخذ لابغوس فوريو وغادي نغسل بها ضروري البنات اي بغوص نقيت وجهي كيعجبني وجهي يكون هكا ما فيه والو ما عرفتش مع لا غروسيس بقيت كنهضر على كيفاش كندير دغيا كنبغي نحيدو. المهم فاش كندير الماكياج انا شخصيا كيعجبني ضروري ورا كل فاش كنبغي نغسل وجهي ما نغسلوش غير بيديا كنغسلو بلا بغوص حيت كنت كنغسل وجهي غير بيديا كاين فرق البنات. لا بغوص كتحسوا بها كتنقي لكم من العمق عرفتوا انا دابا وجهي كنحس به نقي من ورا بطبيعة الحال ما غسلت غنحيد الكالكير ما ورد اكيد العشق الابدي ما يمكنش ما تلقاهش عندي كيسالي كنمشي نشري. مهم جدا انكم تحيدوا الكالكير ورا كل غسله بالروبيني حيت الروبيني البنات راه ما فيه الكالكير كثير بزاف. بعد الترطيب انا كنخدم هاد الجوج هذا البنات راه كنت قاطعه يلاه رجعت ليه. المهم هذا كنت قاطعه البنات مده نتوما اللي قلت لي انا نحيدي على دوك لي برودوي اللي فيهم الشك وفعلا درت بهضرتكم حتى ساليت 3 شهور هذا اول استعمال ليه من ورا دابا ساليت 4 شهور. المهم هذا ديال دي اورديناري البنات نياسيناميد 10% والزنك 1% زوين انا راه كنتبعت شي يامات صراحه رائع كيحيد التصبغات من البشره. انا عندي هنايا دابا صافا مع الكاميرا ما غاديش يبان لكم ملي في من هنا يكبن مزمق مع الصباح ملي مشيت درت لاماش مع صاحبتي في البحر تبرو مزيت غير من النيف. المهم قلت لكم كيحيد التصبغات من البشره كيحيد كيوحد اللون كيعطي واحد البريق كيعطي واحد النضاره زوين. غير هي هاد لابيبات عمركم تقيسوها ب تحطوها فوق لابو ديالكم باش ما يسقوش فيها لي باكتيري راكم عارفين. والله الا وجهي تبونزا كنشوفها دابا مزيان ولكن راه
داز عليا الصباح. كانت خارجه معايا حنان مسكينه، كل شويه كنقولها سمحي لي سمحي لي سمحي لي الدونسون، كل شويه كنقولها سمحي لي سمحي لي، كتقولي تقولي لي سمحي لي. مي كنتحرج ما نكتبش عليكم فحال هاد الحالات. ما كنقول تخيل دابا نكون مشيت نقضي شي وراق ولا شي حاجه وطاح لي قدام الناس ما كنعرفهمش، داكشي علاش قلت كنيفيت نخرج بوحدي. الصباح كنت بخير، خرجت من الدار بخير وكلشي، كنتمشاو وجلسنا زعما كل شويه كنجلسو. شربت لي فيتامين ديالي قبل ما نخرج واحد الساعه صافي، تكيت ليها فوق رجليها والناس كيدوزو كيشوفو فيا كيجيو غريب داكشي. مي مكنمشي ما بقيتش كنسوق حيت صحتي هي الاهم. وحشمت، ماشي حشمت، مي كنتحرجت ومازال فاش كنكون مع والديا ولا راجلي عادي ولا خواتاتي عادي، صحاباتي لا كنجي بحال ما عرفتش واحد الاحساس غريب ما نديوش عليا هادشي راه ديال الله، ولكن ما عرفتش واحد الاحساس غريب كنقولها الناس كيبقاو يضحكوا عليا. شفتوا علاش كنقول لكم الناس كيبغيو نخرج بوحديتي. المهم درتو بيان سور، فاش كديرو غير طابوطيو هكا، من الاحسن ما الا جيتو تاستومبيو هكا غادي تكون لكم بحال الروا. دابا كنحس بوجهي ناشف، نورمالمون كندير هذيك لا كريم اللي كتكون ليجير ديال لا بوميكساغاس، ولكن اليوم ما عرفت حسيت بوجهي ناشف. غادي نخدم ليه هذا ديال سيرافي نيت، هذا البنات راه بوم ايدراتي، يعني فريمون التكستور ديالو ريش، يصلح الناس اللي عندهم البشره جافه. ندير شي شويه لعنقي ما ننساش مسكين انتما. ما والله الا كنحس بيه بشي كينشف كنحس وجهي ناشف. صافي سالينا، نقدر نعس بدون ما يأنب لي ضميري. ما بقيتش ممكن تهلا في وجهي بزاف. ان شاء الله غادي نتحمس انا وياكم فيما كون، غندير شي روتين ان شاء الله، راه بغيت ندير تنظيف عميق البشره غادي نبارطاجيه معاكم. يلا ما غاديش نختم معاكم الفلوق من هنايا، هنا هادوك تن بعد نردو البليز. غزالات انا رجعت معاكم، عرفتوا فاش كندير ماكياج كنحس بوجهي خفيف ونقيقي الله على راحه. المهم غادي نختم معاكم فلوق هنا، صراحه النهار داز زوين بزوينه وبخايبه اللهم لك الحمد. ما تعمقتش لكم الصباح شنو وقع بالضبط، ما عرفتش واش نعاود لكم ولا بلاش، ولكن اون بغيف طاح لي الطونسيون وانا خارجه مع حنان. خرجنا تمشينا ضحكنا جمعنا، صراحه الصبيح زوين، حتى كنا راجعين هو طاح لي الطونسيون بواحد الطريقه خايبه، ما عرفتش واش جلسنا في الشمس بزاف ولا غادي يبان لكم وجهي اصلا تحمر. ها نتوما نيفي وجهي تحمرت برونزا. تخيلوا بديت كنقول يا ربي غير كيفاش غادي نوصل لديك الطوموبيل، غادي نمشي للباركينغ ولا كيجيني بحال الحلم. واحد الساعه حنان مسكينه حنينه قالت لي اجي تكي ليا فوق رجليا، وفعلا فكرت لحقاش في الدار اش كيطيح ليا اش كندير. هذه نصيحه للبنات اللي كيطيح لهم الطونسيون، تكي على ظهرك في مستوى واحد، يعني ما تكونش تحت راسك بخده، لا راسك ورجليك يكونوا في نفس المستوى هكا باش الدم يدور مزيان. تكيت لها مسكينه فوق رجليها، وعرفتوا شحال من واحد داز كيدير فيا شي نظرات غريبين. ما تسوقت حتى شي حد، كانت كتبان لي غير صحيحتي ديك الساعات. قالت لي امل واش تقدري تبقي بوحدك نمشي نجيب الطوموبيل نقربها، قلت لها غير سيري. جلست فواحد الطيله كنتسناها، جابت الطوموبيل المسكينه كل شويه كنقول لها حنان سمحي لي، كتقولي ما باقيش تقولي لي سمحي لي راني حاسه بك راه هادشي راه حنا دايزين منه. المهم كنقول لكم هاد الهضره على البنات باش ما تحسوش براسكم بوحديتكم، حيت كتوقع ليا حتى انا فاش كنكون وسط المرض ولا بزاف كيجوني دي ميساج في انستغرام، سواء المرض سواء كتلقى راسك ما عندكش فلوس سواء كتلقي راسك عندك مشكله سيتوياسيون هكا في الحياه وخلاص، كنقول لك بلي راه ماشي بوحديتك، راه كلنا بحال بحال. سي فري انه في الريزو سوسيو كنشوفوا غير داكشي الزوين، راه عادي جدا. انا ديما هذا الميساج كنحاول نوصلو لكم في الفيديو ديالي، ما غاديش تلقاوني كنتشكى عليكم في الفيديو ديالي الا اختي انا قناتي، راه غتلقاوني واصله فيا العظم والابتسامه حتى لهنايا حتى لودنين
حيت هذه هي الحياه. الا جينا كل فيديو نحلوه ولا كل ستوري نحلوه، غير تخيلوا معايا ديال اي تيبز كما بغات تكون لقاو فيه الشكوى، والله يا اختي اش من طاقه ايجابيه هذه. صافي بركه غير داكشي اللي كتعيشيه انت في نهارك. حتى وحده ما تحس براسها بوحديتها، الحياه راه ماشي ورديه، والانسان خلق ضعيف سواء في المشاكل سواء في الصحه سواء في اي حاجه بغات تكون. اللي ما عندوش بزاف عنده شويه، اللي ديما ديرها في عقلك، اللي ما عندوش بزاف عنده شويه. اي يوتيوبرز ولا اي بلوغرز ولا كتشوفوا 10 دقائق من حياتها، نهار كامل الاخر ما كتشوفوش. ما نطول عليكم، الحمد لله داز نهار زوين كما قلت لكم، خيبوا بزوينه. يومياتي كانت شاركها معكم بلا فلترات، بلا حواجز، بلا مكياج، بلا ما كنحاولش نزوق الحاجه عاد نوريها لكم نتوما، لا كنوريها لكم بطبيعتها. دوزنا عيد ميلاد زوين بسيط، اهم حاجه انه هو اللي خسر الكيك، هو اللي خسر كيفاش بغى يكون داكشي كامل ديالو. والحمد لله فرح نشط، راك شفتي كلشي بعينك، كتشوفي الفرحه ديال وليداتك في عيناتهم، هذيك هي الدنيا وما فيها. كلشي كيهون، كلشي كيهون. يا ربي تحفظوا من كل شر ومن كل سوء، وتكبروا في طاعه الله وتجعلوا من الصالحين يا رب، ويحفظ لكم وليداتكم حتى نتوما، ويرزق كل وحده بالذريه الصالحه. تهلاو لي فريسكم، ما نطولش عليكم، كنحماق عليكم. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.